واش لاباب يسمعكم وحبكم في هذا الفيديو. في هذا الفيديو واخا ما معولش عليه وانما حاولت نديرو لانني عانيت منه انا شخصيا ومبيت حتى واحد انه يعني منه وهو ملي كتوصلوا ان شاء الله هنا اللومو. المهم ملي كتوصلوا والله كار ديال اللومو اول حاجه انكم كتحاولوا ديروا انكم كتحاولوا تسولوا شي واحد اللي كيعرف لينيفرسيتي ولا فين كاينه لينيفرسيتي او الخط اللي غيديكم لسميتو لينيفرسيتي احدى السيتي خاصه الطلبه اللي غيجيو ان شاء الله. المهم اول حاجه ملي كتوصل بغيت تمشي لافاك مباشره كتشد الخط ديال تي ان هو الترامواي تي ان وكان الترامواي تي دو ما حزناش عليه كنهضروا على الترامواي تي ان اللي غيديك لسميتو اللي غيديك لحدا السيتي ديال لينيفرسيتي ديال الكوتي كنحضر الطلبه ان شاء الله ديال الماستر ديالنا هذه من جهه كيوصلك لحدا لينيفرسيتي. اول حاجه قبل ما تمشي خاصك تشد تقطع الورقه ديالك في واحد البوست اللي كيكون حدا المحطه ديال الترامواي. المهم انا في هذا الفيديو غنحاول نوريكم لكم الطريقه كيفاش غتقطع. المهم الطريقه ساهله كما غتشوفوا هنا. المهم كما كتشوفوا هنا اول حاجه غتقطع على هاد فاليداسيون كتشوف هنا بانك غتقطع واحد التيكي ديال ان فواياج مثلا هنا المهم دو فواياج كتعطى مثلا بغيتي وحده كما كتشوف هنا راه مكتوب اورو ونص بغيتي نتايا وحده كطالب واحد ولا طالب بجوج ولا المهم ولا بثلاثه كتعطى جوج دو بوان كتعطى هنا اوكي. في هاد الحاله كتدخل الفلوس ديالك اوتوماتيكوم ملي كتدخل الفلوس كتخرج لك الورقه هنايا فهمتي ولا حتى اللي كان جايب الكارطه المهم حتى تلقاكم مازال ما دايرينش الكارطه كتمشي الكارطه هنا كتدخل الفلوس ديالك هنا وكتطرح الفلوس ديالك اوتوماتيكوم. هنا غنديرو انولي ما خديناش وهنا خلاص قلت لك تعمر حتى لاكارت ديالك لاكارت ديالك اللي ملي كتجي لهنا ان شاء الله كتبوس قد الورق ديالك يمكن لك تعمرها هنا عن طريق كطلع هنا غير الفوق شوف مون لاكارت ديالك كتدخلها تما هنا كما كتشوف ملي كتدخل لاكارت اوتوماتيكوم راه كيعطيك انك تخلص وتدخل هنا الفلوس ديالك تدخل البلاصه تخلص هنا بلاكارت. المهم هذه من بين الحوايج اللي خاصك تعرف. وبالنسبه لهاد الشاشه اللي كتشوف هنا قدامك ما عرفتش واش كتبان لكم مزيان ولا لا. المهم هنا راه كيكون الوقت شحال غتسكت تنتظر الترامواي وشحال خاصك تنتظر ديال الوقت باش يجي وشحال كيمشي وشحال المهم واش شحال الوقت خاص داك الترامواي الثاني اللي جاي باش تسنى هنا تتسنى المهم شحال الوقت خاص باش يجي لهنا وصافي هذا بصفه عامه وخلاص. كاين هنا بعض الاشارات هذه خلاص تتكون واحد الورقه واحد الاعلانات ننصحكم انكم تطلعوا عليهم يعني يمكن لك كتعرف الاوقات فاش غيكون مثلا هاد السيمانه ولا السيمانه الاخرى ولا المهم نهار الاحد ولا نهار السبت المهم كيكون تغيير ما بين السبت والاحد كيكون تغيير ديما حيت ما كتكونش الخدمه بزاف دونك راه كينقصوا في الترام كينقصوا فسميتو كينقصوا في الترام ما كيبقاش خدامين كاملين. وكما كتشوف هذه هي الاداره خلاص ديال اليونيفرسيتي والهيسيال اللي كتشوفوا ليه راه سير هذاك هو السونتر انترناسيونال اللي كمل ان شاء الله ملي كتجيو راه هو اول سونتر ولا اول بيرو غتدخلوا له ان شاء الله اللي غيعطيكم ديزانفورماسيون بزاف وكديكلاري بانه جيتوا هنا كيتصلوا بك مثلا الطلاب كيتصلوا بك كتصل بك هذا هو البيرو اللي كيتصلوا بكم في اليوم كيتصلوا بكم في المغرب. وخلاص هذا هو لافاق كما كتشوفوا هذه هي ديال الفاكولتي دي سيونس اي تكنيك. المهم راه كبير راه فيه ديال الجهه ديال الشيمي والجهه ديال الفيزيك واحد البارتي خلاص ديال لاكوستيك صافي. وخلاص هذه واحد الصال ديال كما كتشوفوا هذه راه صال ديال واحد المكسب صراحه اللي تكون عامره كتكون خاويه وكبيره بزاف. وخلاص كما كتشوفوا هذا هو الخط الترامواي كيكون ترامواي طالع وترامواي نازل وخلاص السيت تكون هنا كلها كما كتشوفوا راه كاين ملاعب القرب وصراحه حتى اليونيفرسيتي راه فيه واحد الملاعب ديال الصغار كتشجع ملي كتجي اللي جا بكري راه كيتشجع واللي ما جاش بكري راه ما كيبقى له والو. وكما كتشوفوا لهيه غنحاول نقرب لكم الكاميرا شوفوا هذه هي اثنا هنا كتسحب ملي كدير فوتوكوبي وهنا كتسحب لاكارت دي سوديون ديالك وهنا كيمكن لك دير اي حاجه. مهم هالشيء بصفة عامة أخرى. المهم كما كتشوفوا حنا ها كارفور بعيد على اليونيفرسيتي بواحد جي دقائق ولا دقيقة على الترامواي وعلى رجلي كيقدر يوصل حتى القسم ولا حتى سبعة دقائق. المهم مشيت أنا خديت الخبز ها نتوما كتشوفوا خدينا غير الخبز. We'll be right back.
جيت من كارفور دابا حاليا وانا في الطريق ان شاء الله للسيتي. وبغيت نوريكم في الطريق واحد الحاجه اللي غتعرفوها وهي الريستو. الريستو ديال فونيس هي الريستو صراحه مزيانه كما كتشوفوا، هي خاصه بالطلبه الا ما كانش في الكارت دي سيديون ما غتاكلش فيها. هذه من جهه، غير اغلبيه المهم صراحه هي الكوار اللي كياكلوا فيها بزاف كونتخ العرب قليل قليل ما عارف، لان ديك 3 أورو فاصله الا بالنسبه لحنا الطالب ديال العرب السويد اللي هي راه بالنسبه لي راه غاليه، راه يقدر ديك 3 أورو يدير بها شحال. وبالنسبه للكوار راه 3 أورو راه لا شيء، 3 أورو فاصله جو بونس واش 30 ولا 40 شاسر ثلاثة. هي بالنسبة للكوار راه رخيصة، ولكن بالنسبة لحنا العرب راها غالية وغالية بزاف كما كتشوفوا. هذا هو السيدي، هذه هي الدخلة السيدي. هو صراحة نزلت على الدخلة على القدام ديالو ما شفتوش، المهم كما كتشوفوا هذه هي الدخلة ديالو فين كيدخلوا الطلبة كما كتشوفوا هنا. وخلاص هادو كما كتشوفوا هادو هما الملاعب القرب اللي ذكرت لكم عليهم، قبيلات اللي قرب لهنا صراحة مزيانين ديال التنس ديال الكرة. المهم صراحة هادشي زوين. المهم هذا هي السيتي وهذه هي لومو وهادشي فين شرحنا عايشين. واخا راه دابا الكونفيرمون ولكن ماشي بحال دابا عباد الله، وجات صفقة العطلة راه عباد الله غاديين خاوية، البلاصة خاوية، ما باقي غير العرب، غير العرب والزافريكان اللي مازالين هنا. المهم هادشي اللي كاين. المهم نتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم وتستافدوا معنا ولو شويه، ما كنهضرش على اللي راهم هنا، كنهضر على اللي راهم جايين ان شاء الله. ومن هنا لقدام ان شاء الله غتسنى واحد الفيديوهات اللي غنبقى ننتقلوا فيهم ان شاء الله واحد المرحله جديده، وهي انا غنحاولوا نجمعوا بعض النصائح وبعض الخبايا ان شاء الله اللي راه كاين هنا في فرنسا، اللي ما كيعرفوهاش اللي فرنسا راهم عرفوها، واللي راهم باقي ما جاوش راه مازال ما عرفوهاش. يلا محمد كرياني يحييكم، ان شاء الله نضرب لكم ان شاء الله موعد فيديو اخر. الى هنا يحييكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.